Nigeria. There is no good job. There is nothing. We are suffering in Nigeria. I cannot see food to train my children. I'm begging for food for Nigeria before I feed my children. That's why I send my things to travel to Europe asking for better job to take care of my children. I did not know that it's a sea. I only think that when we come to Libya, we will use a vehicle to travel to Europe. I don't know that it's a sea. When I come to this place, for I know it's a sea. Assuming I know it's a sea, I will not come to this Libya. A lot of challenges in Nigeria. No good job, no education, no father, no mother. Government cannot help. Nobody is granting any help in Nigeria. So we are suffering, the youth is suffering. We are here, many youth, no help from Nigeria. So no one is care for no one hear our crying. No drink, no use eyes, ear no, from neck down. Where did you shower? And face on my body. But happy now. See. I believe if I can get there, maybe I have a place to stay, to have a good job or to have a good education in Europe. مركز زواء لجنة غير شرعية لمسلم، واللي يعتبر من أكثر المراكز اللواء اللي عليها ضغط العمل في منطقة طرابلس. والحقيقة في الفترة الحالية نعانوا بتزايد في أعداد الهجرة غير الشرعية بشكل مقلق صراحة. والأعداد في التزايد باستمرار، خصوصا في دخول وقت الصيف ورغبة المهاجرين في السفر لأوروبا بشكل عام. الأوضاع الأمنية بشكل عام مش مستقرة، هي مهيئة الظروف للعصابات التهريب والمهربين أنهم يشتغلوا بجدية أكثر ويستفيدوا من الوضع الحالي في ليبيا لعمليات التهريب. وللأسف الشديد رغم العمل اللي يقوم به جهاز حفر السواحل وجهاز الهجرة غير الشرعية إلا أن ضعف الإمكانيات وقلتها في الظروف الحالية عائق كبير. وهذا المفترض من المجتمع الدولي يتطلب الآن هيئات ومنظمات الدولية الآن فترة عملها في ظل ضعف الأجهزة الأمنية، لأن لو أصبحت سلطة حاكمة وأجهزة أمنية قوية وباسطة سيطرتها بعدين مش محتاجين للدعم الدولي، لكن الآن المفروض فيه جهد استثنائي من الهيئات والمنظمات الدولية، لأن وضع ليبيا الحالي وضع استثنائي. لأن الليبيين أصحاب البلد الأصليين في وضع صعب ومزري. لما يكون الليبيين بهذا الوضعية فبكل تأكيد المهجرين في وضع أكثر سوء. إحنا ما نقدموش الأفضل، إحنا نقدم الممكن. والممكن هي قدراتنا البسيطة. وهذا من الواقع للأسف للوضع الدولي الليبي.